في كلام بينحكى هاجر. بالمرة يعني قد ما تحاولي ترتبي الكلمات ما مستحيل تطلع معي. بعتذر منكم عن كتر الفواصل لكن للاضطرار يعني عم نطلع فاصل بدي اريح كمان اسمع. مساكم سعيد متابعينا الكرام ومتابعين برنامج سوشو على شبكة منصات. حرصنا دائما أن نقدم محتوى هادف وضيوف من أرقى المستويات. اليوم نستضيف وإياكم امرأة فلسطينية في أوج مجدها وما يعرف عن المرأة الفلسطينية الكفاح والمثابرة. استطاعت أن تضيء الكون بعفويتها وصمودها واحتلت قلوب المتابعين من جميع أنحاء العالم. ثلاث بنات في الغربة، أكيد هالاسم بيعني لكم الكثير، ما رح أطول عليكم. رحبوا معي بضيفتنا المميزة والمتألقة صاحبة أجمل ابتسامة ومحتوى كوميدي هادف على تيك توك أسماء الخطيب. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي هاجر، كيفك؟ شو أنا تمام الحمد لله، مبسوطة فيكي على المقدمة الجميلة جدا. أنت تستحقيها أسماء. هلأ ممكن حدا من المتابعين يقول لك شو كافحت؟ كتير إسواس. خلينا نسمع يعني أقول لك من البدايات، من فلسطين، نبلش من فلسطين. الأشياء الصعبة اللي منعيشها بسبب الاحتلال اللي معروف لكل العالم واللي كتير بيغطوا عليه بس هو ظاهر، كلنا بنعرف قديش في معاناة طبعا عند الشعب الفلسطيني، بيحاول دايما يكون صامد ثابت بيدافع عن حاله وعن طبعاً. وطنه وأرضه أكيد. وعن أرضه وعن رزقه وعن عيلته. طلعنا من فلسطين لتحسين الوضع الاقتصادي، انه نحاول قدر الامكان الحياه المعيشيه اللي منعيشها والمتطلبات اليوميه للحياه. طبعا صعب كتير انه بنت فلسطينيه وتتغرب ولحالها وتوقف على رجليها بعيدا عن الاهل بعيدا عن المعارف طبعا. وتضل ملتزمه بعاداتها وتقاليدها وتربيه اهلها لإلها وتربية وطنها لإلها، وإنه دايماً تظهر بصورة مشرفة لأنه هذا اللي تعودنا عليه وهذا اللي تربينا عليه. صحيح. وهذا الشيء مبين فيك يا أسماء أنت وإيمان وهدى. الحمد لله. هدى ولا هبة؟ هدى. هدى هدوش الصغير. هدوش دايماً بنشوفكم بالصورة المشرفة للمرأة الفلسطينية والمرأة العربية بشكل عام. ما عمرنا شفناكم ابتذلتوا في لبسكم، ما عمرنا شفنا ابتذال بأفعال، خلينا نقول قدرتوا تدخلوا على العائلات بالضبط مش على أفراد. بالضبط، مش أطفال، إحنا على عائلة داخلين، يعني على البيت نفسه. كل أفراد العائلة إذا بتشوفي كانوا يبعثوا لنا كتير صور إنه حطينا على التلفزيون وعم بتابعونا العائلة كاملة. اللايف عنا يمكن بسبب أو طلوعنا بسبب وجود كورونا أو ظهور كورونا، الله يعافينا كلنا منها يا رب يا رب. كان سبب كتير كبير إنه الناس في بيوتها بدها إشي جديد، فشافت أنفسهم فينا، يعني عم نرسم الواقع اللي بيعيشوهم، عم ندخل بمشاكلهم الحقيقية اللي هم كتير متضايقين منها، وعنا أمون الله يرضى عليها عم بتسهلها. أمون رهيبة، أمون وحش الشاشة مش طبيعية ما شاء الله. ما شاء الله يحميها ويحميها يا رب. ارتجالها بحل المشكلة فظيع جدا، يعني قد ما أنت كنت متضايقة مكتئبة مش طايقة المشكلة اللي أنت فيها عم بتخففها بطريقة كوميدية وعم بتصير تستوعب مشكلتك وعم تقدر تلاقي لها حل بشكل بسيط جدا، فالحمد لله على هذا الإشي. الحمد لله. كفاحكم ثلاث بنات بأمريكا. بالضبط. أول قبل أمريكا هون أسست شغل، كنت أعطي دروس خاصة. برافو. بعد انفصالي كنت مسؤولة عن أمي وأولادي، فكنت أعطي دروس خاصة لأنه درس رياضيات في البيت، بلشت في هذا الإشي. بالإضافة اشتغلت سكرتيرة في يعني محل أو مركز طبي لحد ما قدرت أكون مبلغ أفتح فيه محل فساتين. بعدين كل شوي يعني شوي متطلبات الأولاد والبيت عم بتزيد. أكيد. فأمنا نصحتني إنه تعالي عندي على أمريكا وممكن الشغل يكون أفضل. حلو. فطلعنا أمريكا اشتغلنا بكتير قصص، كنت أشتغل بسوبر ماركت، بكزية، بمحل بيتزا أنا وهدى،
أمون استلمت شغل سوبر ماركت هيك واستلمته من البداية للنهاية ضلت فيه هم سلموا منها لأمون بالسوبر لحد ما جمعنا مبلغ صغير يعني لا يتعدى 5,000-7,000 دولار وقعدت أنا أمون وهدوش شو بدنا نعمل قلنا نشتغل لحالنا ما بدنا يكون حدا مسؤول عنا برافو أكيد كنا نواجه ضغوطات نفسية من كنت أسألك عن التحديات أكيد اللي واجهتوها كتير يعني أوكي بنات بتشتغل بأمريكا و... بس كان في ضغوطات نفسية إنك تضلك ثابتة على قراراتك على عاداتك على تربيتك على دينك برافو تشتغلي بمجهود كتير قوي وهناك قد ما أعطيتي مجهود المسؤول عنك بده أكتر لأنه مطلوب صح. منك أكتر هناك مش بلد الأحلام زي ما بيقولوا وكيف فيها شغل بس فيها عطاء you have بس to work إنه لازم تشتغلي لازم تعطي حتى تقدر يعني إذا أنت بتعطي 10 من 10 لا بدك تعطي 15 عشان توصلي فبعد ما أسسنا هذا المبلغ الصغير قلنا بدنا نفتح شغلنا الخاص حلو. رحنا على زي هيك هولسيل بسموه اوكي اشي مكان كبير نختار منه بضاعة فاخترنا بضاعة وصرنا نلف على المحلات اول محل دخلنا طلع هيك صاحب المحل شاف السيارة صغيرة كانت سيارة جيمس احنا منزلين الكراسي ومعبين فيها كراتين أوكي. فقال لا ما بدي بضاعة بس تجيبه فان كبير انه اقدر ادخل لانه اللي بشتغلوا هيك فان انه اقدر ادخل واختار بتيجوني هون انا كتير اتضايقت انه طب هذا اول تحدي اول تحدي بين اكيد بالواقع كانت اول مره بعيط قدام حدا طلعت هيك دموعي صاروا ينزلوا لحالهم انه طلعت علي امون قالت لي احملي البضاعه امون عندها عزه نفس حلو لا يعلى عليها قالت لي احملي البضاعه بكره جاي كبان انا بكره رح اجي كبان فالزلمه لما شافني كثير متضايقه فعرف انه لا هدول بنات طلبات الله كان يمني تحياتي لاهل اليمن كل الحب فشافنا بنات لا طلبات الله بلغتهم بلهجتهم أكيد طلبات أكيد الله بيسعوا فقال لا نزلوا لي كل البضاعة واو واو كانت واو هاي بدايتنا نزلنا البضاعة أخذنا المبلغ رحنا رجعنا عبناها مرة تانية وهو اللي دلنا على المحل الحمد لله هلا عنا تقريبا 200 محل احنا مسؤولين عنه قدي فخورة فيكي أسمى بهالكلام اللي عم بسمع منك صدقا قدي فخورة ببنت حالها في بنات كتير وفي في في امثال في اكيد بس انتوا قدرتوا تثبتوا كمان حالكم عبر السوشيال ميديا يعني. لكن ناس كتير ما بتعرف شو الاساسيات وكيف وليش وامتى وتعتقد العالم انه والله على السوشيال ميديا المليارات طلعيهم يعني. اسماء مجال السوشيال ميديا ما بيعطي ماده كتير بالعكس بياخذ طاقه منك انت مجبوره تطلعي قدام الناس مبتسمه عم تلغي كل الضغوطات اللي بحياتك والأشياء حتى تقدر تكوني مع متابعينك أكيد حتى تعطيهم طاقة لأنه هذا المطلوب منا أنت كمذيعة ممكن يكون في خبر سيء بحياتك واقفة قدام الكاميرا بدك تلغي كل شيء مشان بالزبط. احترامك للجمهور وللاستوديو لا بالضبط بالإضافة أنه الشخصيات اللي عم تبعد المحتوى الهابط عم تطلع برافو عليك عم تطلع صح. فنحاول قدر الإمكان متابعينا حبايبي ما نركز على الشغلات السيئة ونطلعها ترند نحاول صح. نركز هاي رسالة مهمة منك أسماء لكل اللي عم بيتابع حتى شبكة منصات السوشو إنه ما نركز على المحتوى اللي الهابط اللي نعم. ما بفيدنا بإشي يعني أولادنا كلهم حاليا على السوشيال ميديا يعني بلا ما نخاف على أولادنا أكتر يعني خلينا نحاول نقدم لهم الشغلات اللي كتير حلوة اللي بتدعمهم لقدام محتوى رفيع المستوى بالزبط. خلينا نقول يعني أنتوا قدرتوا تعملوا محتوى وصدقا دخلتوا بيوت كل العالم بأريحية وبمحبة عجبني كلمة كررتيها كذا مرة وهي يعني أنا بفتخر فيها شخصيا أنه تربيتنا عاداتنا وتقاليدنا أهالينا ديننا إذا كلنا كسوشال ميديا بنفكر بهذا الأسلوب نطلع باحترامنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا صرنا نشوف أشياء لا تمثل قطعا أبدا أي قيم عربية خلينا وما بدي أقول بالأردن أو بفلسطين عربية ما بدي أحكي إنهم كتير لأنكم أنتوا كتير قلال المحتوى الهابط كتير قليل لكن مشاهداته عالية لأنه الناس بتحب تشوف قديش هذا البني آدم سيء فما نحاول نركز على هذا الشيء نركز على الشغلات الحلوة في بلدنا أكيد. في وطننا نركز شوي برضو على وطننا
في كتير محظورات بالسوشيال ميديا. صحيح. كتير يعني أنا سياسيا إذا مرة حكيت عن فلسطين التغى الأكاونت كامل. يعني عندي أكاونت تيك توك موثق. صحيح. وعندي متابعين بس حكيت عن فلسطين بوقت الأحداث انت فيش أكاونت. صحيح. حتى كنا نحكي بالحلقة الماضية أسمع عن الذكاء الاصطناعي، وللأسف أنا بس روحت على البيت كنت حابة أناقش هذا الموضوع مع ضيفي خلال البرنامج، للأسف وقت اللي بتحكي مع الـ AI chat بتحطي فلسطين، بتحطي قرآن، هدول محظورات يس إنه أنت، فإحنا كمان بدنا ننتبه من هاي القصص. ورح نكمل معك أسمع يس رح نكمل معك بعد الفاصل. مشاهدينا خليكم معنا بفاصل وراجعين. رجعنا معكم متابعينا الكرام، واكيد مع ضيفتنا المنوره اسماء. يعني يسعد قلبك يا يسعد قلبك يعني اذا ما بتطلع يسعد قلبك ترند ويلكم كان معنا حبيبتي، كان معنا ضيف بوجه له تحية الفنان إبراهيم الأمير. أكيد يعني كل الحلقة الله يسعد قلبك يسعد قلبك لازم تطلع بتزبطش، فالله يسعد قلبكم يسعد قلوبنا كلنا يا رب. آمين يا رب. آمين. أسمع بدي أسمعك شيء. أوكي. بس تسمعي يعني ما بدي تحكي من وراء شيء، بدي تسمعي شيء كتير مهم بعدين علقي. أوكي؟ أوكي الله يستر. بس تسمعي. أوكي؟ بدي أحط هيك عشان أركز بال yes. حلو الميوزك. أوف أوف يا كتير تعبان وطننا، والمشكلة الواحد ما بيقدر يعمل إشي yes. آه أوف يا قد ما نحاول نخبي ونمشي ونكمل أبدا أبدا بتضل غصة هون يس يس يا رب ربك كريم يا رب يا رب. وشبابنا صامدين أكيد، وبناتنا صامدات. تحية للأسرة. فدت فلسطين وأهلها. أكيد. أكيد. ما بدنا أوف يا مني. بالقلب منحاول. كل 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 إنسان على الكرة الأرضية بحاول. الأردن شريان لفلسطين، إحنا وطن واحد طبعاً. وقضية واحدة طبعاً. ودم واحد، وجلالة الملك خوفه على المقدسات والمسجد طبعاً. الأقصى أكيد. الناس توقعت أن يكون الحلقة كوميدية أوف يا وجع فلسطين وجع كبير، وجع كل لكل إنسان العرب. لكل العرب، لكل إنسان شريف حق العودة لهلأ طبعاً، نعيش بكرامة. مش إذا بدي أروح أزور أختي أمشي عن 100 محسوم ومحسوم وأتوقف وحدايد.
محسوم اللي هو الحاجز الحواجز. يس مش اولد على المحسوم. انت اسمع انا هلا حاسه اسمع بمكان تاني بدي اعرف وين فلسطين. yes. كتير كان حتى التنقل هناك صعب اكيد. كنا نروح من المدرسة يكون في حدا مطلوب هون صوت القنابل تسمعيها. مرة حجزنا أنا وسبع طالبات في معمل طوب. ماما على 26 سنة تقريبا بعد هدى وقفت إنه تجيب أولاد. كانت رايحة على الدكتور وزارعة انه بدها ولد. احنا اربع بنات ما شاء الله. بسبب هديك يعني بسبب رعبتها علي بهذاك الموقف نزلت يعني انه بنتي خلص راحت. الحصار بهديك المنطقه كان كبير وصار فيه شهداء كثير بس الحمد لله صامدين. تحياتي لاهل جنين. بدك بريك تختنقي يعني تحسي هناك بتعرفي بس يكون في يهود وكتير أولاد وكتير شباب وكتير نسوان برموا حجار لا إرادي. ما بتفكري بحالك صح. لا إرادي بتصير الحجار ترميها. وطنك أرضك بتدافع لا إرادي بصك. ما بتخاف من شيء أكيد. ما في خوف يعني ما يفكروا إنه إذا في دبابة قدامنا إنه إحنا خايفين أو فينا شوية رجة. أنا إذا برج شوي بكون لأنه كتير حزينة وكتير غضبانة على اللي بصير. كتير في ناس مش واقفين معنا حقها يعني. كل واحد يمكن وما قدرته. يمكن في ناس بتدعي لنا أو أكيد صحيح. فالدعاء صحيح. لحاله بنعشنا شوي أكيد. شو بتحكي لوالدة الشهيد محمد صلاح بآخر عريس آه. عريس أكيد. ما في كلام بينحكى هاجر بالمرة يعني. قد ما تحاول ترتب الكلمات ما مستحيل تطلع معك. كتير وجع كتير دم كتير صراع كتير بتحاولي بس يعني هي ليوم الدين وحترجع وحنرجع عائدون إن شاء الله. يد واحدة يا رب يا رب كلنا يا مع رب. بعض يا رب. يعني شبابنا كتير قوايا. أنا بدي أطير معلش شبابنا. نطلع فاصل نطلع فاصل ونرجع معكم متابعينا الكرام. رجعنا معكم متابعينا لأول مرة بحلقة من حلقات سوشو. نطلع اثنين فاصل مش فاصل واحد لكن الكلام كان وما زال عن فلسطين عن فلسطين عن أمنا أرضنا. وما توقعتي أتوقع هذا اللقاء بهاي الطريقة وهذا الحوار. يعني طلعنا الفاصل إنك تهدي قلتي لي مش قادرة أطلع هاجر من الشيء القوي يعني. هي فلسطين قد ما حكينا ما في إشي عم بوفيها حقها. بنأمل إنه الفصائل الفلسطينية كلها تكون إيد واحدة لأنه فلسطين أكبر من كل إشي طبعا. نتمنى هذا الإشي. نتمنى نكون إيد واحدة وأنا متأكدة إنه شبابنا حيقدروا يعملوا هذا الإشي إذا مش هلأ لقدام أكيد.
وإحنا كلنا إيمان. طبعا لما بيروي تراب فلسطين عشان يقوي شباب فلسطين. طبعا صرخة أم الشهيد في قلب كل أم. بتوجع بس بتكون مبسوطة ابنها عريس بالجنة شهيد. لا تنتسى أبدا الشعور ولا لا يمكن حد يعيشه. لن ننسى فلسطين، لن ننسى. إحنا كلنا بنقول فلسطين، كلنا بدنا نعمل لفلسطين. أحياناً ما بنقدر، أحياناً ما بنقدر، لكن يكفي جوانا، جوانا ودعاءنا لرب بالزبط. العالمين بالزبط. ويوماً ما سنعود وحنضل أقوياء، والدموع هاي قد ما كانت وجع حقيقي من جوا بتكون أقل بكتير من اللي ممكن نقدمه لفلسطين. تحياتي لفلسطين ولكل الشعب الفلسطيني في الشتات. ولن أعود هاجر. اسمع الله يسعد قلبك يا أمل، فيك زي ما عملتي فاي. أنا لو بعرف نقاط ضعفك بس لن تعرفي، أنا من الأبراج الصعبة على فكرة. شو برجة؟ لا بدي أغششهم دايركت. لا قوليلي بدي أشوف صديقتي ولا لا. حمل واو ماما حمل، تحياتي لأمي أكيد. وأنا أوجه لها تحية إجلال وتحية تقدير للست الوالدة اللي ربت وعملت بنات بمئة زلمة. أوه. والله بمئة زلمة، يعني يسلم البطن اللي شالكم، يسلم يمين اللي رباكم. دايما صدقا. بقول ماما أنت مربيانا ثلاث مرات مش مرة، حرام عليك. ما شاء لا هذا ماما الصح. ماما امرأة جبارة قوية جدا، يعني حاملة همنا لحد هاي اللحظة. هي اللي قايمة فينا كلياتنا. صديقة أمي، مش أم، صديقة. أنا بحكي لها تفاصيل التفاصيل حتى عن أخطائي اللي بيني وبين نفسي. أيوة. مرات يمكن ما بحكي لها، بحكيها لأمي. حلو. فماما حلو. حبيبة قلبي تاج راسي، خلي لي إياك ما يحرمني منك. تحية كبيرة. صلحيني على تقصيري أمانة حبيبتي. قد حامل أولادي بهاي الفترة يعني الله يخلي لك توشة. يا رب بنادوها أولادي تتوشة. تتوش يعني يعني أمون وهدوش وتتوش. أو حنون، عندي حنون أختي حالياً بالأردن. تحياتي لإلها، زيارة جاية عندي وولادها الثلاث ما شاء الله. أيوة عصابة في البيت. هم بيعملوا إيه؟ حالهم FFMG فلة فؤاد محمد وجواد. هذه عصابة رسمي ومسجلة بعد. طبيعي. سجل تجاري. لا إله إلا الله، شو هالقوة هاي اللي فيهم؟ لا إله إلا الله، ما مننام للليل ولا نهار، منفوتهم يناموا احنا منغفى بصحوا، مش طبيعيين أقسم بالله ما شاء الله عليهم. أسمع، كيف حتربي أولادك أو كيف بتربي أولادك؟ شو الشيء اللي بدك تزرعيه فيهم يستمروا فيه لقدام؟ دايما بحاول أعطيهم يعني المبادئ الأساسية بالحياة، وبعدين هم يختاروا بالأشياء الثانوية. يعني إذا في إشي غلط، الكذب مثلا، صح. هذا أساسي، فبتلاقي ممنوع. نبرة صوتي، طريقة حكي بأسلوب معين في هذا الموضوع، مش دايما بصرخ، مش دايما بحكي بجدية، إلا في المواضيع الحساسة والأساسية بالضبط. باقي الشغلات عادي، عشان يكونوا فاهمين إنه دامها حكت بهذا الموضوع بشكل جدي معناته هذا ممنوع، خط أحمر. أيوة. أشياء تانية عادي أنت اختار وتفكر فيها زي ما بدك. حلو. سجلهم بكرة قدم بالفترة هاي بعد المدرسة. تعمل بريك لحالك منهم؟ بروح معهم بصراحة. أوكي. فيش بريكات بالولاد بالمرة. لأنه غبت عنهم فترة 3.5 سنين بسبب كورونا. فهلأ مشتاقين لك أكتر. 3.5 سنين إنك تبعد عن ابنك فترجع له، يعني انت، انا مش ما كنتش عارف كيف بدي اتعامل معهم. انا لقائي فيهم بالمطار ما كنتش عارفه افهم احساسي كاحساس. اول مره بتبعد عنهم هاي الفتره بالضبط، 3.5 سنين هدول. كيف قدرت احول مشاعري بامريكا انه فاقده اولادي لمشاعر؟ لا، بدك تكوني قد حالك، بدك تجتهدي، بدك تتعبي. انت لما طلعتي وصار هيك كورونا، نصيبك. الله، ارضي بنصيبك بس حاولي. الله، عم بحاول اقدم لهم كل إشي قدر الامكان، عم بعطيهم. رح نروح كمان فاصل اسمع رح نرجع ننهي الحلقه كمان فاصل. مشاهدينا الكرام، اكيد رح نكمل مع اسماء الرائعه، خليكم معنا. خمنا من خمنا.
لكم ونمل. عليكم ورحمة الله وبركاته ويسعد لي إياكم كل يوم. ربها تعالي سعدي. ما ردت؟ من يتمنى سقوطي الله لا يوقف سقطك. العام أول وحدة هاي سمى بالله ويلا. رجعنا معكم متابعينا الكرام، بعتذر منكم عن كثر الفواصل لكن للاضطرار، يعني عم نطلع فاصل بدي اريح كمان اسماء رائعة. يعني انا جدا مبسوطة فيك اليوم اكثر. قد ايه انت قريبة للقلب، مش بحكي هذا الكلام. هلا الناس ممكن تفكر اللي على السوشيال ميديا انه شايفين حالهم كذا، ما حدا بيعرف مين هو الشخص. لا تحكم على شخص ما بتعرفوه شخصي، لازم تعيشوا معه. yes. لازم تعرف الأشخاص من المواقف بالزبط. وتتقبلوا كل شخص. عنا مشكلة هون إنه تتقبل الشخص زي ما هو، لازم بدك إياه على كيفك. هلا يعني أنه لازم أحط أنا مثلا أشياء معينة بدي إياها بهذا الشخص. طب صح، هذا الإشي غلط. التقبل شيء جدا جميل، إنك تكون متسامح مع حالك، متصالح مع حالك ومع اللي سلام قدامك داخلي. وتعطيه وقته، تعطيه انه ما عليش، يعني الحياة جاية عليه، تجيش انت كمان عليه. يا بتحاول تكون منيح معه، الجملة شو قوية، وتقدم اللي بتقدر عليه بالخير، يا بتسكت. يا بتسكت بالضبط، واترك كل حدا في حاله. يعني بالضبط. الحمد لله احنا من الاشخاص بالسوشال ميديا الانتقادات، ما بدي احكي لك زيرو انتقادات لانه فيش بني ادم الا وعنده انتقادات. بتمنى انه من المتابعين انتقاداتهم تكون بناءة شوي، لانه بنستحق هذا الاشي، احنا عم نقدم اشي كتير حلو. معلش خليني بس بدي اوقف عند هاي النقطة. اسمع، شو ممكن من الانتقادات، مع اني بتوقع انه محتواكم يعني كتير سلس ولذيذ وقريب على القلب، شو من الانتقادات اللي اجت مثلا انه خلتكم جد انه يعني اساء الانتقاد، او ليه انه كان هذا الانتقاد وعلم بحياتكم او علم عندكم هذا الانتقاد؟ نحكي تحياتنا لكل أم. أكيد في أمهات لحالهم عم بيقوموا في بيتهم، لحالهم عم بيشتغلوا برا وعم يسعوا جوا، هي بتقوم بدور الرجل والمرأة بنفس الوقت. طبعا في علاقات ناجحة أكيد، وفي أسر جميلة ومتفاهمين، وفي بعض الأسر اللي النصيب ما بالضبط ما كان نصيبها أكيد. لكن المرأة تستطيع، بقول كمان لكل مرأة، بس عشان بدي أرجع لنقطة مهمة كنا نحكي فيها قبل الكات، لكل مرأة أنت you can do it. طبعاً. أنت بتصنعي نفسك بوجود، أنا مش بشجع طبعاً هذا الشيء ولا لا بروج لهذا الشيء، لكن اللي أست عليها الحياة واضطرت تكون لحالها بتقدر تقومي بدور الرجل، دور المرأة مع بعض. طبعاً اللي معها ظروف لا تيأسي، لا تحبطي، امشي وقولي يا رب، قولي يا رب، لأنه سندك الأول والأخير هو رب العالمين. والمرأة قادرة، قادرة تقدر تعمل، تبلش من شغلات أكيد. بسيطة أكيد. يعني من 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 بيت ممكن تعملي طبخة وتبيعيها عشان تستري حالك. صحيح. والمرأة الأد حالها ما بتمد إيدها أبداً، بتسعى بإيدها وبتحاول بإيدها، لأنه إذا مدت إيدها أول مرة خلاص فقدت احترامها لذاتها. صحيح. فما تمدي إيدك لحدا، أنت بتقدري زي ما قالت هاجر، أنت فيكي، رب العالمين أعطاكي هاي القوة إنك توقفي على رجليك وتسندي عائلة بأكملها، وبرضه مش تشجيعا على إنه تكون أكيد لحالك أكيد بالعكس. أكيد اللي مرت بظروف، إحنا بنحكي حتى ما يساء الفهم بالزبط. من خلال الحلقة، لأنه أنا دائما بحب أكون واضحة بالعبارات وبالجمل اللي بحكيها، لأنه حتى ما يصير ما تنفهم غلط. أكيد في عائلات بتاخد العقل، في تفاهم واحترام وحوار، وأهم إشي بالزواج الاحترام والحوار. هو إذا ما كان يعني المؤسسة الزوجية انبنت على السكينة والمودة، انتهت السكينة والمودة، انتهى الصعوبات المادية تكون سبب كبير في إنه يصير في مشاكل، بس حاول تساعدي أكيد، أعطي كل الفرص،
قبل ما تقولي خلاص أنا بدي أكون لحالي، بدي أربي أولادي لحالي، مش عم بستفيد من هذا الموضوع أبداً الزواج، لأنه هو مشروع. أكيد هو مؤسسة إنه يا بتنجح أعطي كل الفرص، يعني حاولي بكل الطرق. ما قدرتي اسعي، لا حول ولا اسعي لحالك وقولي يا رب. بدنا نحكي هلا عن الانتقادات، كنا نحكي قبل شوي عن الانتقادات. شو الانتقادات اللي ممكن توجهت لكم كانت سلبية أو حادة أو لاذعة؟ خلينا نقول لاذعة أو حادة، ما حدش بيقدر لأمون بالعدم. تعطي بتعطي الصح، يعني لما حدا يجي ينتقد بطريقة بتعطيه الغلط اللي موجود فيك، فركز على الغلط اللي فيك قبل ما تركز على الغلط اللي فينا، لأنه كلنا بنغلط طبعا، كلنا عنا أخطاء بس بحدود، يعني لا نتعدى الحدود بتاتا. فإذا مثلا رد لمشكلة معينة ما عجب شخص معين، أجا قال لا هاي بنت يكفي مثلا صار عمرك 31 سنة وانت مش متزوجة، ما جهاش فحدا سأل هذا السؤال بلا غباش، وين السؤال؟ ايش السؤال؟ وين ما اجاش نصيبي؟ طيب شو اعمل؟ ما اجاش الشخص اللي على راسي. ترى شو المشكلة؟ خلينا بدي احكي بس بهذا الموضوع. للأسف احنا ما بنرجع للدين، للإيش الأصل. هلأ في كتير حدا انه ما بيتزوج بالمرة، ربنا ربنا. في ناس تتزوج بتكون عقيم برضو ربنا، هذا نذكر بالقرآن، لا كلامي ولا كلام حدا. في ناس انه بتاخذ حدا اصغر منها برضو من ربنا. في ناس ما بتتزوج خلص، ربنا كاتب لكل حدا شيء. هلا دائما في بكل الامور السعي، لكن ما في بنت بتسعى للزواج، يعني انها هي تروح مثلا تسعى انها للرجل تقول له تعال اتزوجني، مع انه يعني هي كانت زمان انه تدور لبنتك قبل ابنك. عادي الزواج سترة، لكن اللي ما إجاها نصيب هل هو شيء مشين أو معيب؟ بالعكس، يمكن زمان كان إنه بس تعدي البنت 20 سنة ما تزوجت أوف. طبعا في زواج القاصرات لسه متواجد في بعض القرى أو المدن أكيد، بس أعتقد بهاي الفترة الحمد لله صار عند الصبايا وعي أكتر إنه لا أنا في عندي تعليمي أهم إشي، أهم شهادتي مهمة تكون معي، لأنه ما بتعرف الدنيا شو بدها تسوي فيه. فبالفترة هاي أعتقد الصبايا تنوروا أكتر، عرفوا أكتر، عرفوا أولوياتهم. صحيح. وبالعكس أولوياتهم. كل ما بتكبر البنت، بحب أحكي للي بعت هذا الكومنت أو أي حدا بيفكر بهذا الموضوع، كل ما بتكبر البنت يعني بتصير بيكي أكتر، بتصير هي يعني متطلباتها أصعب بكتير يعني، ويعني بصيرها إذا عاجبها أو لا عاد. والأهالي خففوا المهور، يعني إذا في بني آدم منيح تقدم لبنتك، يعني بيوصلني مثلا مشاكل لصبايا إنه تقدم مرة ومرتين وثلاث يا أسمى وأبوي رافض. طب اسمع من بنتك، يعني مش ضروري تكون متطلباتك جدا عالية. يعني أنا لما أجي أعمل السوشيال ميديا أسمى أثرت على هذا الموضوع، غلاء المهور والأشياء اللي بيشوفوها كل حدا؟ طبعا. يعني هاجر شو يعني لما أجي أنا بدي أعمل عرسي لازم أكلف غدا 16,000؟ صح. ليش؟ عشان أنا بشوف على السوشيال ميديا فلان عملت وفلان عمل وفلان سوى، أو حتى بين القرايب فلان عملت يعني وفلان سوت. إحنا إلنا بحالنا، ما إلنا بحدا. بالضبط، انت اللي بتقدر عليه تعمله اعمله، لا تعمل شو عليك. يعني سوشو حلوة جميلة وجودك أجمل أسماء، يسعد لي قلبك، يسعد قلبك. أنا ما لي علاقة. حاولوا قدر الإمكان تسهلوا الحياة عليكم، لأنه والله الحياة سهلة بس بدها شوي. أوقات بتجمد بتضيق بس بتمشي. بالضبط، كل ما ضاقت إلا ما فرجت. أكيد. وابحث عن الفرص، يعني إذا عندك فرصة اسعيلها، ما تسكر. إذا تسكر باب افتح الثاني، إذا تسكر الثاني افتح الثالث، حاولي مرة ومرتين وثلاث ومليون. الأخذ بالأسباب، خلينا نقول كل الأخذ بالأسباب والسعي والباقي على مسبب الأسباب من رب العالمين. أكيد. والرضا أكتر شعور ممكن يخليك تمشي الحياة، الرضا والقناعة. رضاي باللي صار بغربتي أنا 3.5 سنين وما عانيت أنا وأمونه هالدوش، الرضا كان الحمد لله. ما قدرتش أطلع من الحالة اللي أنا فيها إلا بالرضا. تقريبا قعدت بغرفتي 4 شهور ما طلعتش منها بتاتا، حتى لايف كانت أمونة تقوم باللايف، أجتني وقالت لي خليكي بدك تطلع بشعور من هاي الغرفة يساعدك إنه تكملي حياتك. كتير صعب على الأم تبعد عن أولادها طبعا،
طبعاً أنت بتفكري كل ثانية في الموضوع. فالرضا كتير صعب بس كتير سهل بس كتير حلو. حاولوا توصلوا له عشان تكون حياتكم حلوة زيكم. صحيح صحيح. يعني هاي رسالة بتوجهيها لكل اللي عم بتابعنا هلأ من خلال برنامج سو شو أسماء، إنه الرضا ارضى بحياتك، ارضى باللي الله قسمه إلك قديش حتكون مبسوط، ارضى بما قسمه الله لك تكون أغنى الناس. صح. مرات بروح على أماكن كمستواي المادي، بروح على مستوى أقل مني. صح. بمساعدة صديقتي هبة طبعاً تاخذني على أماكن، كل الحب لها، بتاخذني على أماكن أشوف ناس أقل مني ماديا، أغنى مني، أغنى مني نفسيا أو راضين بالشيء اللي هم فيه. هذا السؤال فتح عندي، أو الكلام تبعك فتح عندي مجال لسؤال، المبادرات اللي أنت عم تشتغل عليها هلأ. طبعا أول ما بلشت تحياتي طبعا للأستاذ محمد كارول، مبادرات مسار الخير كانت أول مبادرة بمشي فيها، البسكليت. أها. إنه هيك بيعملوا جمع على بسكليتات، بيروحوا على طريق الأغوار، يعني بتدفع مبلغ مالي قليل لمساعدة الأشخاص اللي هناك، بتسلط الضوء عليهم لأنهم جداً صعب. جدا يعني بحاجة لأي مساعدة. صحيح. احنا كان عنا برنامج منصة خير برمضان طبعا، وساعدنا أستاذ محمد قرالي بكذا حالة، الله يجزاه كل الخير، يعني قدرنا نوصل لأكثر من حالة في أماكن ما بيوصلها حتى سيارة، مش بسكليت، يعني بسكليت ممكن يوصل. كانت جميلة هيك انه سرعة ومين بفوز أول، وكانت شمس فتعبت أنا، فأستاذ محمد بيقول لي خلص اسمع صفي على جنب، فرحت بقول له لا لازم أخذ الأجر كامل، طلع فيه هيك شو بدك. فتحياتي إله يا رب وكل الاحترام، ونكمل أكيد بمبادراتك طبعًا. وإحنا معك وبظهرك. غبت شوي عشان تدريس الأولاد، أكيد ياخدوا وقت طويل، والمتابعين بليز غايبة أنا عنكم بس لأسباب بالضبط، يعني بتفيدك للمستقبل للأولاد، وأكيد الكل برضى هذا الشيء لإلك طبعاً لله. إنك تكوني مع أولادك وتكوني الأم المثالية لإلهم، وتسعي تطوري من قدراتهم ونشوفهم بأعلى المراتب. يا رب يا أسماء، يا فخورة جداً بفؤاد ومحمد، بحكي لهم شكراً كتير لإلكم. في الفصل الأول ما كنتش معهم، أنا كنت معهم بالفصل الثاني بس أثبتولك يا ماما إنه إحنا قد المسؤولية. فرق ما بين الفصل الأول والثاني، وشكراً لمعلماتهم والمجهود اللي أعطوه، فرق انك نقول مثلا من علامة 11 من 20 تجيب فول مارك بكل اشي. سوبر واو. فمحمد شكرا، فؤاد شكرا، انتو قوتي بالحياة، الله يقدرني واعطيكم كل اشي انتو بتتمنوا، بحبكم قد الكون، وتغلبوش تاتوشة، اهم شي تاتوشة. لا بس بدهم إشي بروحوا عليها على طول. انه بترفض لهم مش طلب بتاعتها، اكيد ما اغلى من الولد الا ولد الولد فعلا. احيانا بقولها ماما عن جد بتحبي اولادي اكثر منا، بتقول الاحفاد سبحان غير. الله سبحان كل الله، كل شعور له شعور. وانا كثير بحبك اسماء اكثر، مش ممكن تتخيلي قد ايه حبيتك جد، مش مجامله ولا عشان اللقاء، انت بتدخلي بالقلب الصميم بالوتين دايركت. يسعد قلبك. الله يسعد قلبك. كل الاحترام لإلك، وأنا بعرف إنه عندك موعد، أتوقع إنك إن شاء الله بتلحقي، أتوقع إن شاء الله بتلحقي. بس من سرعة تأخيري السبب. لا هذا دليل على إنه قد إيه إحنا بسوشو بناخد كل ضيف. والله كل الحب، والله جدا انبسطت، جدا استمتعت. حيكون إن شاء الله بيننا شغل جدا إن شاء الله كتير حلو، حتستنوا حتشوفوا إشي كتير حلو بيني وبين هاجر. يس اكيد ان شاء الله. تعرفنا اليوم على بعض بس على طول بلشنا شغل بالضبط، كثير قريبه من القلب. حبيبتي ضحكتك حلوه وعيونك حلوين، وطريقه طرحك للمواضيع بتجنن. بعيدا عنكم هذا حكي بيناتنا. أيوة نسواني. ايوه نسواني. استمري، خليكي قويه، واضح ورا عيونك قديش في تعب. الحمد لله. وقصص ومشاكل بتحاولي تطلعي منها. الحمد لله. قدام الكاميرا بتبيني الضحكة الحلوة اللي بتجنن. فاستمري، كل امرأة فينا هيك. والشباب ما حكيناش عنهم ولا إيش. لا المرة هاي للصباح بدك احكي ايش. لا امون سانداهم ولا برنامج سندهم ولا إشي معهم، يا حرام معهم بيسعوا بيحاولوا. أكيد. كل الاحترام، يعطيكم ألف عافية،
بس شوي شوي علينا شوي بس مش مطلوب أكتر من هيك بس شوي شوي تقبلوهم كل واحد تقبل التاني صح وبس صحيح يعطيكي ألف عافية أسماء جدا تشرفت بوجودك معنا في برنامج سوشو وأكيد حنفاجئهم بشي بيني وبينك قريبا جدا بإذن رب العالمين أكيد أكيد جدا إن شاء الله انتظرونا انتظرونا بشكر متابعتكم مشاهدينا الكرام وبتمنى تكون هالحلقة مميزة جدا لكل المتابعين سواء على منصات سواء على التيك توك عند ثلاث بنات في الغربة أو ثلاث خوات في الغربة وتابعونا تواصلوا دائما معنا وبدنا الكومنتات والشيرات واللايكات اكتبوا لنا رايكم بالحلقة واكتبوا لنا شو حابين المرات الجاي حابة اطلع معها كمان مرة على منصات انا حلو فاكتبوا لنا شو حابين شغلات نحكي فيها بالضبط يس بنشوفكم على خير لقلبكم اكيد والله يسعد قلبكم يسعد قلبكم يا رب دنيا وآخر حبيبة قلبي حبيبتي كل الاحترام مشاهدينا الكرام وأكيد بنشوفكم بحلقة جديدة من برنامج سوشو باي أسمى بدي أسمعك شيء أوكي. بس تسمعي يعني ما بدي تحكي من وراء شيء بدي تسمعي شيء كتير مهم بعدين علقي أوكي أوكي الله يستر بس تسمعي أوكي بدي أحط هيك عشان أركز بال yes. حلو الميوزك موطني موطني أوف يا الجلال والجمال والسناء كتير تعبان وطننا المشكلة الواحد ما بيقدر يعمل إشي والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواء في هواء أوف يا هل أرى قد ما نحاول نخبي ونمشي ونكمل أبدا سالما منعما تضل غصة سالما منعما يا رب ربك كريم يا رب شبابنا صامدين اكيد وبناتنا صامدات تحيه للأسرة تبلغ السماك موطني فدت فلسطين واهلها اكيد اكيد ما بدنا